نبدأ في أكثر منتج محقق مبيعات من شركة بروميت، معتمد من شركة أبل، سماعة الآيفون طرف واحد، كواليتي قمة قمة في الروعة، وضمان سنتين. شيء يا جماعة خذوا وانت مغمض على ضمانة الستور. حطلكم حرام احط لكم السعر، لان انا حاط لكم هنا 10 منتجات، والبروميت عندي يمكن لها فوق ال 30 منتج. فادخل صفحه الموقع، منتجات راح تفيدك بشكل يومي، يعني استخداماتك اليوميه، وكلها عليها ضمان سنتين. يعني تشتري شيء تحصله كواليتي. شوف سماعه البلوتوث هاي ضمان سنتين، اوكي، هذه ضمان سنتين، والبلوتوث 5.2، وعندك نظام العزل فيها. انا بطل لكم اياها بس على السريع. شوف الكواليتي، انا بس اوريكم الكواليتي اللي فيها يا اخي. استمتع مع كواليتي بروميت. شوف يا سلام، كواليتي جبار يا جماعه. شوف الحجم صغير، شيء عدل يا سلام. ما اعرف شو المنتج، بس شوف بيفيدك ولا لا. بروميت عندك باور بانك 10000 ملي امبير، شحن وايرلس، ومغناطيس بعد. شوف كيف تقدر تثبته حق هالايفونات بالطريقه هذه. والكواليتي شوف يا كابتن، يا سلام شغل احد. روح للي بعده، باور بانك 10000 ملي امبير مع شاحن وايرلس ضمان سنتين. خلونا نرويكم، يا سلام والله ولا غلطه. كويك تشارج وباور ديليفري 20 وفر منه. بعد اللون الابيض نفس النوعيه، في اسود وهي ابيض، واللي توني صورت لكم اياه في منه اكثر من لون، اللون الازرق هذا. نروح 3 في 1، يعطيك إضاءة وباور بانك 2600 ملي أمبير، وينفع لك حق قياس الشنط وقت السفر. شوف كيف تقيس الشنطة بدل ما توديها أي مكان، على طول عندك القطعة هذه، باور بانك وإضاءة، وفي نفس الوقت تقيس وزن الشنطة لين 50 كيلو. أعتقد مكفعين هم في الشواحن دائما بروميت. عندك هذا 90 واط ونظام الجن فاست. الجن فاست أنه يكون الشاحن حجمه أصغر. طبعا 90 واط لازم يكون على شاحن كبير، مستحيل يكون في شاحن صغير. شوف هذا ايش كبره، يعتبر هذا صغير يا جماعه على 90 واط. هذا يشحن لك لابتوبات اللي تباه، ما عندك اي مشكله. شيء قوي جدا حق الايبادات، حق اللابتوبات، ضمان سنتين من بروميت وعيش. شوف الحجم العادي يقول لك المفروض يكون هالكبر، شوف هذا ايش كبر. الحين القطعه الرهيبه هذه من بروميت، ويب كام. هذه كاميرا للكمبيوتر، بس مش اي كاميرا، سمارت يا جماعه. تعطيك وضوح اتش دي وبطاريه 3000 ملي امبير، وتتحرك معك، تتحرك معك، يعني رحت يمين تروح معك، رحت يسار تروح معك. يا السلام، البطارية منها وفيها، وفيها مايك، وتشتغل على هذه البرامج كلها. شوف يا السلام، يا السلام. الباور ستريب من شركة بروميت، عندك 6 منافذ وثلاث منافذ يو اس بي، ومنفذ الباور ديليفري بقوة 20 واط. طبعا التوتال مال هذي كلهم 3250 واط. يا السلام، والواير 4 متر ما شاء الله.